على مقربة من مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين يقع سوق الحميدي في بيروت، حيث ينتشر الباعة السوريون في سوقهم الشعبي الذين اختاروا نقل تجارتهم ومنتجاتهم إليه ليكون مقصدا مميزا في التسوق للسوريين واللبنانيين معا. لنا يعني حوالي 3 سنين بهذا المحل هون، ونبيع يعني هذا المحل، في كذا محل إلي كمان هون بالسوق، يعني كلها محل ألبسة، بيبي، نسوان، تياب، كلها وجميع أنواع كذا ضواحي بيروت كلها، ما في غير هالسوق هون، يعني هو أخص أنواع هون على الصال. أنا صار لي هون 3 سنين في لبنان، صار لي هون بشتغل 2 سنين هون بالسوق، وهذا السوق بسموه سوق السوريين لأنه أكثر المحلات فاتحينها سوريين، بيشتغلوا فيه سوريين، وبتغز العالم كتير لأنه أسعار كتير رخيصة، يعني العالم بتدور على الأوفر والمادة الظريفة والأوفر. سوق الحميدي يعد من أكثر الأسواق شهرة في بيروت، فهو سوق قديم إلا أنه شهد نقلة نوعية بان توافد السوريين له بعد استهداف النظام لهم في شتى مجالات الحياة، فلاقى صيتا ذائعا بسبب أسعاره المدروسة وكثرة المحلات والبضائع المختلفة فيه، وبذلك أصبح مقصدا للزبائن الذين يقصدونه من مناطق لبنانية مختلفة. هو السوق أبو الفقير وأبو الغني، يعني سوق شعبي، العالم كله بتيجي كل المناطق اللي حتى تاخذ لحمتها وخضرتها، ولأنه رخيصة أرخص من المناطق الباقية اللي برا. أول شغلة إنه في نسبة أسعار رخيصة جدا هون، يعني وفي منه مثل ما بيقولوا الخضرة، في الثياب، في الأكسسوارات، في كل شيء إجمالا، يعني حتى الثياب، وبتضل الأسعار هون يعني مناسبة أكثر من غيرها. على الرغم من استثماراتهم البسيطة إلا أن تجار سوق الحميدي أرادوا الاعتماد على أنفسهم، فوجدوا ملاذهم بالكد والتعب بعيدا عن المساعدات الأمم الرمزية التي لا تسمن ولا تغني من جوع. توافد التجار السوريون إلى لبنان حاملين معهم إرثهم التجاري وحنكتهم في التجارة، واللافت أيضا استحضار اسم الأسواق السورية إلى الأراضي اللبنانية. من أمام سوق الحميدي في بيروت، مايا هاشم، أورينت نيوز.